السلام عليكم وأهلا بكم. أكيد حضراتكم سمعتم الأيام دي إن مصر حاليا بتواجه فقر مائي شديد، وناس كتيرة مرعوبة. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ وإيه حل المشكلة؟ هنعرف كل التفاصيل، تابعونا. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. للإجابة على موضوع انخفاض منسوب النيل وهل مصر هتتأثر، الأول عايزين نوضح معلومة ممكن يكون بعض الناس مش عارفها. نهر النيل كل سنة بيمر بموسم جفاف وموسم فيضان، يعني من يوم ما خلق ربنا النهر، وده شيء طبيعي جدا بيحصل كل عام. طيب انخفاض منسوب النيل حاليا صحيح؟ أيوة فعلا، هو حاليا النيل في انخفاض كبير، لكن السبب ملوش أي علاقة بسد أثيوبيا. ده الانخفاض الموسمي العادي اللي بتمر بيه مصر كل عام في موسم الجفاف، فحاليا الجفاف ونقص نهر النيل موجود بشكل طبيعي، لكن مش هتشعر بيه لأن بيتم تعويضه من خلال بحيرة ناصر عن طريق فتح بوابات السد العالي وتعويض عجز الجفاف من البحيرة اللي بتعد أكبر بحيرة صناعية في العالم واللي بتؤمن احتياجات مصر المائية. وكأن شيء لم يكن، فده شيء طبيعي بيحصل كل عام حتى قبل وجود سد أثيوبيا، يعني حتى الآن لم يؤثر سد أثيوبيا على مصر. طيب السؤال الأهم، إمتى هيأثر سد أثيوبيا على نيل مصر؟ هيأثر عندما يتم غلقه عشان عملية الملء التاني، وده هيتم على حد كلام الأثيوبيين بعد شهرين، وقتها هنكون في شهر 7 وداخلين على شهر 8 القادم اللي هو موسم الفيضان اللي بيستمر 3 شهور، وهو شيء مهم جدا لمصر لأن في وقت الفيضان بيتم ملء السد العالي أو بحيرة ناصر وبيتم تعويض موسم الجفاف، وهنا هتحصل الكارثة لأن أثيوبيا في نفس الوقت هتكون قافلة سدها عشان هي كمان محتاجة تولد كهربتها، وبالتالي مصر هتخسر حصتها من المية، وده الشيء اللي مستحيل هتقبله مصر لأن المية مسألة حياة أو موت. اعتقادي إن الشهرين القادمين هيشهدوا إما اتفاق على ملء السد أو مواجهة عسكرية حتمية وضرب السد، وهو ده الحل الوحيد. حد يفكر كده؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.